صباح الخير، صباح الخير يا بشر بروكا. كنتمنى من علي القدير انه يدخل علينا هذه الايام العشر الاواخر من رمضان في كل صحة وسلام على جميع الاخوان المسلمين وجميع سكان مدينة بن سليمان، وخصوصا المغرب، ولكن خصوصا سكان مدينة بن سليمان. شاءت الأقدار أنني نكون مستشار جماعي بعد نضال طويل، الحمد لله. يشهد لنا التاريخ، يشهد لنا التاريخ على النضال الطويل اللي قمنا به من أجل سمحوا لي الإخوان. سلام، بخير، لاباس؟ ماشي لاباس. قلت لكم عواشر مبروكة، غنبداو الحوار ديالنا عواشر مبروكة. نتمنى من الله العلي القدير أن هاد العشر الأواخر ديال رمضان يدخلوا لنا بالصحة والعافية. بطبيعة الحال معكم حافظ حليوات، مستشار جماعي بمدينة بن سليمان. الموضوع ديال اليوم هو أنني كنطلب، إذا كان عندي الحق ولا كان عاطيني الدستور هذا الشيء، فأنا كنطلب مباشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ما لم أجد أذان صاغية في جميع الدورات، برا المحاضر ديال الدورات كاينين، محاضر الدورات ديال المجلس كاينين، أكثر من 51 مرة وأنا كنتسائل على المازوط في كيمشي ولا جواب جاني. واليوم كان مضطر اخاك لا بطل، انا ماشي باغي نبان في السوشيال ميديا، ولكن مضطر انني نسول ويصل صوتي الوزير الداخليه ورئيس الجماعات المحليه والناس المسؤولين اللي باغي الخير لهذ البلاد. انا كنسول على 120 مليون ديال المازوط بجماعه بن سليمان المدينه. انا اتساءل في كتمشي، علما اللي شدينا 120 مليون ديال المازوط وقسمناها على نهارات ديال 365 يوم، غتعطينا اكثر من 64 الف ريال في النهار. 64 الف ريال ديال المازوط في النهار. باش نكونوا واضحين ونكونوا كلشي عارف، المستشار الجماعي الدوتاسيون ديالو كاين شي 10 المستشارين جماعيين اللي كياخذوا الدوتاسيون ديال 1000 درهم في الشهر، بمعنى حيد واحد 5000 درهم، زيد الرئيس غتكون عنده واحد 2000 درهم في الشهر، هي 15000 درهم ماكسيموم. هادي ماكسيموم 15000 درهم في الشهر. انا اتحدث عن اليوم، عندنا 64000 ريال نهار. نفترضوا انها كاينه كيخرجوا 6 حالات في النهار ديال لي زومبيلونس، وهذا امر مشكوك، لان كل جميع الناس اللي كيجيو عندنا للمدينه، كيجيو عندنا للجماعه، كيقول لك اودي انا كنخلص المازوط، انا قبل ما كنركب في الامبيلونس كيطلبوا لي المازوط. موضوع خطير جدا، هضرنا فيه مجموعه من المرات في الدورات، كتبوا فيه الاخوان الصحفيين، ولا من يحرك ساكنا، وكان السلطه عندنا في بن سليمان ما شايفاش، سمعات ما باغاش، ما شافتش، وصلنا للصوت ديالنا ما بغاش دير حل في هادشي. تخيل 64000 ريال النهار، 64000 ريال النهار نديرو لي زومبيلونس كما قلت لكم، عندنا 5 حالات في النهار، 200 درهم من الرباط هي 1000 درهم. نزيدو سيدي، عندنا كاميو، عندنا جامبيرا غيخدموا، نعم عمرهم كانوا خدامين في النهار. نزيدو 300 درهم ديال الاخوان الموظفين، 2000 درهم ماكسيموم، 1300 درهم في كتمشي. انا ما كنتهم حتى واحد، ولكن كنقول للسلطه وكنقول للوزير الداخليه وكنقول لمجلس الحسابات، اذا بغيتو تقلبوا راه سهله، راه ماشي حيت اي واحد كيصاوب وريقاتو كيقادهم، هذا بوند كوموند مقاد، هذا صفقه مقاده، هادو كلشي ساني ليا في المازوط، راه داكشي غادي مريق. لا، انتوما راكم تعرفوا كيفاش تجبدوا المسائل ديالكم. انا كنهضر على المازوط، كنوجه
رسالة واضحة المعالم السيد وزير الداخلية عامل مدينة بسليمان. بغيت بحث وانا مسؤول، انا مستشار جماعي، انا كنقول ما كنتهم حتى واحد، انا بغيت بحث في هذاك المازوت. المازوت بغيت فيه بحث. واش ما من حقيش؟ إذا ما كانش من حقي قولوا لي يا خويا، بلا ما نبقاو نهضروا في الدوارات، بلا ما نبقاو نجيو نمثلوا. كيبان لي داك الشيء عتبتيل، كنمشيو للدوارات كنخرجوا بمجموعة من البرامج ما كتا حتى حاجة. واش عباد الله كاينة شي ميزانية في العالم؟ في العالم جماعة من شهر 10 وهي حاطة الميزانية بقى ما جاتهاش. ما كايناش. شكون اللي كيتحكم في هذه الجماعة؟ الله أعلم. شكون اللي كيسير هذه الجماعة؟ الله أعلم. جيتي تهضر يقول لك حق راه نقصنا ليه من ما بقاش ياكل. أتحدى أي واحد يجي يقول حافظ حليوات كياكل شي حاجة. أتحدى. ماشي نقول أنا مقاد أوراقي، أنا ما عندي لا أوراق لا والو. أنا الحمد لله راجل. ونهار اللي عرفوني الإخوان وأنا راجل. كاين الناس اللي كتاكل أنا. ولكن أنا ماشي قاضي ولا بوليسي، انا اتساءل الناس في كيديروا الفلوس. واش عباد الله 120 مليون شهر كتمشي، وانا ابرئ الرئيس وانا عارف اش كنقول. السيد الرئيس لا علاقه لي بسكين، كيسنيو على من على على ماش بغاو وكيديروا اللي بغاو. واش ما فيها باس السيد العامل عيط للسيد الباشا خرجوا دولوا لجنة حسبوا، راه ما فيها باس، راه عيب وحار تبقوا كتفرجوا. عامل الاقليم سي سمير انا كنطلب منك عيط للسيد الباشا ونمشيو نديروا بحث خفيف، اجراء خفيف، نسولوا الناس عندكم مقدمين، نسولوا المقدمين. هاد الناس اللي كيمشيو للسبيطار واش كيخلصوا المازوت ولا لا؟ الأغلبية الساحقة 70% كتخلص المازوت. إذا المازوت ما كيتخسرش. أنا كنقول لكم أن أغلبية المستشارين الدوتاسيون ديالهم القيمة الشهرية ديالهم ديال المازوت هي 1000 درهم. كاين 6 ناس ولا 5. يعني ما في الشهر 6000 درهم 7000 درهم. وهذا المازوت فين كيمشي؟ غريب هاد الشيء هذا. واش حنا عايشين مع السلطة ولا عايشين في غابة؟ السلطة راه لا تتحرك، راه والو، راه ما كيتحركوش ما كيسولوش، راه غريب هادشي. راك وليتي كتمشي للسبيطار، أنا مؤخرا مشيت للسبيطار ديت ولدي، مشيت للسبيطار ولدي أزماتيك مخنوق كيقول لي خلص 40 درهم، قلت له غنخلي لك يموت هنا حتى نخلص لك 40 درهم، تدخل الدري بدا السبيطار. واش السلطة ما كيبانش لي هادشي؟ عيب وعار، عيب وعار الصراحة. كنطلب وكأعيد طلبي للإخوان اللي يلا داخلين دابا، عيب وعار. أنا كنت أطالب، ماشي أطلب، أطالب السيد العامل أنه يتدخل في المسألة ديال المازوت وغنمشيو للسبيطار. السبيطار كما قلت لكم أنا حضرت قدامي، رغم ان رئيس جماعه خاصو يدير ويدير ويدير في السبيطار ما كدار حتى حاجه. انا قدامي هذه 3 جهور 3 ايام بالليل مع ديك الربع مع ديك 3 ديال الليل ولدي ازماتيك كيتخنق. باش تكونوا واضحين، مشى للسبيطار تخيل كيدير، كيقول لي السيكريتي خلص 40 درهم. السيد غيتفرقع النفس غتفرقع عليه وكيقول لي السيكريتي اسي خلص 40 درهم عاد تجي يدخل. واش نتوما واش حنا في بلاد؟ واش حنا في بلاد ولا في غابه؟ خل دخل الدري بعدا وتخلص في 40 درهم. فرض هذا السيد ما عندوش، هذا السيد ما عندوش 40 درهم، كيدير بحال هكا خليه يموت. السكيورتي ولا كيصوتوا في السبيطار ولا شي واحد دخل. غتقول لي وزاره الصحه، لا سيدي عامل الاقليم اللي خصو يدخل، عامل الاقليم هو المسؤول على المدينه. كيفاش وزاره الصحه؟ يمشي حيط لذاك المديره المسؤوله وحيط للمندوب ديال الصحه وحيط للشركه ديال السيكوريتي
راه راح يا صاحب جلالة هادو صلتوا ولا راح يا صاحب جلالة ولا ما عندهمش تسالوا معهم في الامور تقول لي يا رميد اه سيدي ما عنديش انا ما عنديش انا حافظ حلوات ما عندي حتى ورقه ما موظف ما كتخلص ما عندي رميد اش نموت انا ما عنديش صالير ما عنديش رقم حساب ما عندي حتى حاجه مواطن مغربي اشنو حيت مواطن مغربي ما داير لا رميد ما داير لا ماتيشان وداك الشيء ما داير حتى حاجه نموت لا خصني نمشي للسبيطار وخاص الطبيب يخدم معايا مزيان عيب وعار الاخوان كنطلب من السلطه المحليه وعلى راسهم عامل الاقليم يتدخل في هذه المساله هذه يتدخل في السبيطار بالليل يشوف الناس المعاناه اللي كتعاني مع السيكيريتي واش حنا 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 في مدينه غير المغرب حنا مدينه تابعه للمغرب بن سليمان تابعه لدوله المغرب دوله المغرب اللي فيها الحقوق فيها الديمقراطيه فيها بزاف ديال الحوايج فيها الصحة فيها التعليم فيها حق وما يمكنش وما يمكنش لك هذاك الشيء كيتكتب ويتقال وفي الاخر ما كيدارش راه خطير هذا الشيء قولوا لينا ما نبقاوش نمشيو للسبيطار شو يقولوا للساكنة ديال بن سليمان انتم الاخوان راه ما عندكم حتى حاجة حتى واحد ما يبقى يمشي للسبيطار ثقوا بيا خلنا الناس ولا تمشي للمحمدية ولا تمشي لكازا هذه ولات خصاصة في السبيطار ما معنى السبيطار ديال الدولة وكنخلص 40 درهم عاد ندخل نشوف الطبيب إذا هذا سبيطار خاص هذا سبيطار خاص هذا سبيطار ديال الدولة كيفاش ديال الدولة وأنا كنخلص هذا هو السؤال اللي بغيت نفهم أنا مواطن بسيط جد مواطن عادي ما عندي حتى حاجة في دماغي ما كنفهمش كتقول لي شي هذا راه سبيطار ديال الدولة بمعنى سبيطار ديال الدولة أنا ما كنخلصش حتى ريال كنمشي قبل ما ندخل عند الطبيب ولو نبغي ندق عبرة ديال الأنسولين خاصني نخلص 40 درهم إذا ماشي سبيطار ديال الدولة هذا سبيطار خاص واش كذبوا على الناس اللي عنده شي مسؤولية يتحملها وأنا أحمل السيد عامل الإقليم هذه المسؤولية يعيط للمندوب ديال الصحة ويعيط للناس المسؤولين عن الصحة في سليمان ويعيط للشركة ديال السكيورتي اللي كينهزروا في الناس شحال من مرة كيدفعوه شحال من راجل كيدفعوه وشحال كانوا غيتسبوا مجموعة من الجرائم ديال القتل الواحد كيكون هو وموته كيجي السكيورتي يدفعها ويكون هو وباه يجي السكيورتي يدفعو غيبقى فيك الحال ولا ميبقاش فيك الحال ولينا كنخافو من السكيورتي كثر ما كنخافو من البوليس كتهضر معاك كينازرك شنو عندك لما كنت طبيب نقولك شنو عندي ضرني الباسر انا انت مالك عيب وعار عيب وعار يجب التدخل بسرعة بسليمان تعتذر من جميع الجهات من المجلس الجماعي من المجلس الاقليمي من محافظه من مقاطعات من امن من كل شيء كاين حتى حاجه في بن سليمان لا شيء يذكر بن سليمان كانت ورده مشات في حالها بن سليمان النهايه ديالها او كذبوا على راسنا بن سليمان وكانها في كوكب اخر لا رقيبه ولا حسيب كنا كنتمناو عقلتوا الاخوان على لاراف ياك لاراف ما كتعمل لاراف هي واحد التقنيه اللي كانوا كيديروها البوليس كيخرجوا كيدوروا كانت كتخرج لاراف حنا كنا كنسحبوها طوموبيل هي راه ماشي طوموبيل هي راه تقنيه كيخرجوا كيدوروا في الشوارع ديال المدينه ما بقاتش بن سليمان وليتي اي وقت تكريسا ما بقاتش لاراف نطالب السيد ولي الامن باش يدير لنا لاراف بن سليمان واش حنا ولينا بلادنا ولينا خايفين في بلادك وليتي ما تقدرش تخرج بالليل في بلادك ولا الشبكه راه كيخرج فيك عينو اي بوعار السيد ولي الامن راه ساهله راه عندك الفيكتيف ديالك جوج ديال 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 السيارات كيدوروا على مدار كل الساعه يدوروا بسليمان كامل سليمان راه ما كبيرش راه صغيور باش يحسوا بالمواطن ديال سليمان يحس بالامن راه ما بقاش الامن بحال داك النهار البوليس تخيلوا اش غيديروا شو الدراري الصغار خذوا لهم كوره يلاه لا البوليس كيحيدوا الكوره للدراري الصغار سيروا قلبوا على المجرمين
تقلبوش على الدريك صغار تحيدوا لهم كره لاعبين في الدرب. خدمه البوليسيه راه ماشي هي هادي. سكتنا وعينا وهضرنا وغوتنا ولا من يستجيب. كان البدايه ديال الموضوع ديالي هو ان الناس بسليمان اغلبيه ديالهم صاحقه كيخلصوا المازوت وكيمشيو للسبيطار. وهذاك السبيطار عندنا ولا بحال القامره كتوصل تما وكيفلق فيك شيوك الرباط عفاسه مكناسه بوزنيقه المحمديه. الا ما عندناش سدوه العامل يقول يتصل بوزير الداخليه ويتصلوا بها ويسدوه. خلينا نمشيو للسبيطارات راه كاين دكاتره بريفي حيت 40 درهم الا خلصت 40 درهم عند الدكتور قامعني اصلا. لكن هضر معكم الاخوان بصح فكروا فيها ماليا. غنمشي نخلص 40 درهم سميتو هذاك حارس الامن الخاص غيعدو فرني وغندخل على الطبيب عيان ندوز لها شي واحد وغيقول يا ما اش عندك كيقولك اش عندك ما كيقلبكش اش عندك كيكتب لك ورقه ويعطيها لك. اذا نزيد 60 درهم ونمشي على الطبيب عادي نمشي على الطبيب خاص من الاحسن ولا ندير واحد الحاجه نديرو دارت اليوم المرض انا غدا مرضت ونتعاونوا بعضياتنا ونمشيو عند طبيب خاص وهذا كيسدوه من الاحسن. السبيطار يسدوه راه ما عندو حتى باع هذاك السبيطار هذاك هذاك مستشفى خاص. كنقول لك راه خطير. انا كنقول لكم الحاله اللي شفت انا وعشت مع ولدي هذه حاله بسيطه ان ولدي كيتخنق. عرفتي شنو هي الخنقه؟ الانسان اللي كيتخنق لازم كتمشي عند باش تدخل دير الاكسجين كيقول لك اوسي تخلص 40 درهم او واش كتعرف الحاله اللي كيكون فيها الانسان المخنوق راه حاله دماغه اصلا ما كيوصلش ليه الاكسجين اول حاجه. ثاني حاجه كيكون كاره لانه كيدخل داك الاكسجين بزز. ثالث حاجه انا ما عندوش فلوس اشنو يموت ولا ما يدخلش. هذه حاله انا حضرت لها ديال ولدي وحضرت ليها مع ناس اخرين ولكن شوف شحال من حاله كاينه في بن سليمان. شو هادشي اللي كنقول لكم رانا وعاينوه راه الاف المرات وعاين طريقه ديال 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 كيفاش كيتعاملوا السيكيورتي مع الرعايه ديال صاحب الجلاله. انا ما كنعايش في السيكيورتي السيكيورتي تا هو احد الرعايا ولكن عايبو عار يخدم في السبيطار ويبدا يدخل ويخرج. راه حنا كنقولوا خصنا ملائكة الرحمة. راه الفرملية سميتها ملاك الرحمة. كتعامل معاك انت مريح انا مريض انا مريض مثلا. لاش غنمشي للسبيطار افو طراف واش غنمشي نضرب دورة؟ أنا ما عندي ما يدير غنمشي نشرب قهيوة في السبيطار. أنا ملي كنمشي للسبيطار رانا كنمشي مريض. بمعنى أن النفسية ديالي لا دماغيا ولا عقليا ولا صحيا منهارة. إذا لاش خصني نلقى قدامي؟ خصني نلقى الناس اللي غيطلعوا لي المعنويات هي الاولى. المعنويات هي الاولى عاد نشوف تطبيب. انا كنمشي كنتلاقى مع السيكيوريتي اش عندك اسير ليه اسير خلص 40 درهم. عيب وعار الاخوان عيب وعار عيب وعار. بن سليمان تحولت الى قريه صغيره. واش عقلتوا الاخوان بن سليمان كي كانت الجردات الطبيعة كي دايرة والجرادي كي دايرين إن راه العمومية وكذا وكذا. أنا ما نقولش لكم المجالس المنتخبة خرجت على المدينة خرجت كليا. وتخيلوا عباد الله والسلطة اش كدير السلطة اللي عندك شارع واحد شارع الحسن الثاني شارع واحد فيه أقل من 6 متر كله محتل. أنا ندير لكم الاحتلال منين؟ غتبداو من المارشي المارشي سونترال ديال المدينه هبطت المسجد ديال القايد العربي. بالله عليكم تا مرتك ولا تا اختك ولا تا وليداتك واش غتقدر تدوز في الرصيف؟ ما يمكنش. البيع والشرايه الخضاره الجزاره اما تش عيب. حنا ماشي ضد هذوك الناس الله يسهل عليهم يخدموا ولكن يكون شويه النظام. واش دابا حدا اللي سي الحسن الثاني راه ما يمكنش خاصك تقطع في الشارع
تقطع الشارع الا بغيتي تدوز لدارك. راه عيب على الاخوان، راه عيب. اي احنا كنقولوا السلطه عندها اجندات ديالها خدامها، الامن القومي، السلام، كذا، اي ما كاينش مشكل، انا معاكم، ولكن على الاقل بينوا انكم راه كاينين. خرجوا شويه، خرجوا، تحركوا، سيروا الشوارع، وقفوا، بينوا الناس ان، بينوا المواطن السليماني انه يعيش في دوله مؤسسات. راه كاين الامن، راه كاين السلطه، راه كاين القضاء، راه كاين كذا، وانتم حنا ولينا عايشين بوحدنا. وعلى اللي فاق الصباح غيولي يحكم في هذه المدينه، على اللي فاق الصباح غيولي يحكم. هادو شادنا القنت، هادو شادنا القنت، هادو شادنا القنت، ولا اللي كيتصنت حتى واحد. اي بعاره الاخوان، كنشد السيد العام المحترم اول حاجه يبدا بها هو المستشفى الاقليمي، حيت حنا ما عندناش مشكل في حاجه، نقدروا نعيشوا بلا مازوت، نعيشوا بلا ضو، نعيشوا بلا نظافه، ما عندناش مشكل، ولكن ما نقدروش نعيشوا بلا سبيطار، واللي هو حق من الحقوق الدستوريه، التطبيب والتعليم والسكن. انا مواطن مغربي، احمل البطاقه المهنيه، البطاقه المغربيه، عندي الحق اني نداوى فابور في البلاد. غتقول لي والصوت الوراق ولا كذا، نقول اما صوت، ما عنديش 40 درهم انا، انا ما عنديش 40 درهم، ما عنديش باش نخلصها. وطالب السيد العامل، ماشي كنطلبه، اطالبه كمواطن مغربي وكمستشار جماعي بالجماعه، كفاني لي الدستور انني نتكلم، وطالب السيد العامل التدخل السريع في السبيطار، في المستشفى الاقليمي، باش يشوف ديك الحاله المزريه اللي كيتعرضوا لها الرعايه ديال صاحب الجلاله الاولى. ثاني شيء، وطالب السيد العامل اعطاء الاوامر ديالو للسيد الوالي ديال الداخليه، باش نحسوا باننا في مدينه فيها الامان، فيها البوليس، مدينه فيها البوليس. هذه المسألة الثانية، لأنه المواطن باش يحس بالراحة، سواء عنده الصحة، يكون عنده التعليم، يكون عنده الأمن. الأمن راه ما كاينش الإخوان. أنا مع البوليس كنعرفهم، إخوان أصدقاء ديالنا كثار، ما عندهمش لي فيكتيف، ما عندهمش مجموعة، ولكن لا، هذاك لا يهمني أنا كمواطن، بس مواطن، كنخلص ضرائبي وكنديرو، لا يهمني. كيهمنيش هذاك الشيء. هذاك الشيء بينه وبين إدارته. انا كنبغي ندوز في شارع نلقى لا راف دايزا الطوموبيل سميتها ستافيت دايزا، نبغي نعيط نلقى البوليس. ما نتهمش البوليس ولا نتهم القضاء ولا انا اطالب السيد العام اللي هو المسؤول، هو المسؤول، هو المعين من طرف سيدنا على هذه البلاد. الله يرحم الوالدين السيد العامل، ورا السبيطار الشوهة، ورا الناس كتموت يوميا للسيد العامل، ماشي كتموت، كتموت جراء الحقرة، جراء عدم الاهتمام. الناس كتموت في سليمان، واش تقول لي حاطة في الليسي الحد قدام الليسي الحد حسن الثاني، واللي دايرة مسكن طويبلات، واش هذوك فرحانين واحد حتى طويبلة؟ راه مسكين كاين اللي معمرها ب 6000 ريال، كاين اللي معمرها ب 10000 ريال. راه الجنويه وصلت للعظم، الناس راه ما بقاتش عندها ما تاكل، الناس راه تسطات، الناس راه غتولي تلوح في حوايجها. راه الاخوان كنعرف انا مجموعه من الاصدقاء اللي حاطين تما كيبيعوا ويشريوا تما، انا ما راضيش انه يحط فراشه ويبيع. ليس لان ما راضيش، لان ما راضيش، لا، لانه كان مسكين كيقرا مزيان، كان المستوى ديالو زوين، ولكن الجنوي وصل للعظم. بن سليمان مدينة صوبت لشي ناس معينين، جاو داروا فيها فارم وريحوا الشباب السليماني، كيموت، كيتقطع الشباب السليماني يوميا. ورينيش ولا اينيتي وزين مخدم 40 ولا 30 واحد، ولا وزين عندنا في بن سليمان مخدم 30 بالمقابل مدينة بوزنيقة اللي هي جماعة حضارية تابعة للإقليم، تابعة لبن سليمان، فيها أكثر من 14 وزين، كل وزين كيخدم أكثر من 1000، بمعنى خدامة واحد 13000 ولا 12000، من طبيعة الحال في مولاد بن سليمان، ما عندناش مشكل في مولاد بن سليمان. أنا كنهضر على ولاد بن سليمان، لأن بن سليمان لا تتهموني في الأول.
بن سليمان هو هي اللي تهموني. انا اتكلم على مدينه بن سليمان. واش عباد الله مدينه اللي المدخول اليومي ديال المواطن لا يتجاوز 30 درهم. هادي عطيناها ماشي عبر معطيات غير قانونيه، لانه حنا كنسولو انت بشحال خدام، لا يتجاوز 30 درهم. 30 درهم قرعه ديال الزيت دابا دايره مع 300. كيفاش هذا المواطن غيعيش؟ كيفاش بن سليمان ما تفركعتش؟ كيفاش الساكنه ديال بن سليمان ما تسطاتش؟ كيفاش ما خرجتش لهم العقل وخرجوا للشارع ساكنوا حطوا طويبلات، حطوا كريرصات، اللي كيبيع الزيوفه، اللي كيبيع التقاشر، اللي كيبيع الكراسن، اللي كيبيع هادشي ديال العيد، اللي كيبيع الحلوى. انا الشباب كانوا معايا ولاد الجمعيات ما شاء الله عليهم، شباب رائع كانوا في المسرح في الفن. دابا مساكن داير حلوى صايبه لي مراته كيبيع هذا، ماشي عيب. انا ما كنقولش عيب، ماشي عيب، ولكن ماشي حقه فينا. هو ما باغي والو، هو قاري عنده ديبلو خاصو يخدم، قاري ما قاريش كاع نديرو هنا ما قاريش، خاصو زين يخدم فيه. الناس راه كتخدم فرنسا وطاليان، راه الناس ما كتقراش، راه اغلبيه لي زيطاليان عايش في ايطاليا، الناس ما كتخدمش، كتوصل 18 19 كيمشيو للوزينات فونديريات وكيمشيو يخدموا على راسهم وعايشين. حنا راه والو، بن سليمان والو. شي بن سليمان بلاصة المدينة الخضراء يديروا لها مدينة والو. وعباد الله السياحة كيقول لك مدينة سياحية، أنت باش مدينة سياحية؟ عباد الله مدينة باش؟ ما عندناش حتى غرفة السياحة في بن سليمان، مكتب ديال الغرفة، ما عندناش. ما عندناش حتى أوطيل. أوطيل إلا جا واحد بالليل وبغى يبات في بن سليمان خاصو يمشي حتى للمحمدية باش يبات، ولا يمشي لي زوبيرج اللي خارجين بوزنيقة هذا. كيفاش كتقول لنا مدينة سياحية وخاصنا نحافظوا على الموروث السياحي والثقافي وخاصنا نخليو طبقة الأوزون هنا مزيانة؟ أش من أخويا طبقة الأوزون؟ أش من سياحة؟ وحنا ما باغين والو أخويا، باغين حنا باغين الوزينات، باغين الوسخ ديال الوزينات، باغين الدخان ديال داك الوزينات. حنا باغين نستنشقوا الريحة ديال الوزينات، بقاو نديروا بحال الله. علاش غنقولوا الله؟ حيت وليداتنا خدامين، خوتنا خدامين، صحابنا خدامين. انا بغيت نمشي قدام الوزين نهار الحد، نهار الحد نهز وليداتي، نهز مراتي، ونهز واحد الطويبله، ونمشي حدا وزين ندير مو كيطلق التلوث 150 الف في الدرجه، ونمشي ندير طويبله وندير الغدا تما شوايه وداك الشيء، ونشم داك الريحه. علاش؟ علاش غنشمو؟ حيت خويا وولد اختي وولد خالتي وصاحبي ونسيبي كله خدام، كلشي محرك، عندهم فلوس. تقول لي السياحه، اش من السياحه كندخل احنا بس؟ اشنو كنستافدوا في هذا بن سليمان؟ صنفتوا مدينه بن سليمان مدينه سياحيه، اشنو كنستافدوا؟ يلا شنو كنستافدوا؟ والو، حتى حاجه. بن سليمان تعتذر، ماشي كتعتذر، بن سليمان كيموت، كتموت، السكان كيموتوا. راه كاين واحد المؤشرات الاخوان، ها الاخوان ديال السلطه، ها الاخوان المسؤولين على هذه البلاد، راه كاين مؤشرات كتبين ان قربة ساعة الانفجار. قربة ساعة الانفجار. واش ملي كتشوف الشباب 99%، ما نقولش 100%، 99% شاد القنات ما خدامنش. اللي بديبلوماتو، اللي بقرايتو بشواهد دراسية كبيرة عليا، اللي بديبلومات تكنيسيان ميكانيسيان كذا ومريح. هذا المؤشر الأول. المؤشر الثاني أن الأغلبية ديال الناس ولات دايرة فراشات ودايرة طوابل. اش كيعني هادشي؟ واش كاين عليكم والو مثلا؟ كيفاش بن سليمان غتجي الدور غتلقى 3000 طابلة ولات؟ كتعني حتى حاجة. الناس وصلات الجلوية للعظام، الناس ما بقاش تلقى ما تاكل، الناس ولاو عندهم مع الأسر ديالهم، ولاو الراجل مع مراته، ولا عنده مشكل، ولا كيدخل كتقول لي خرج عليا. أواقع هذا، ما عندك ما توكل ولادك خرج. أنت بن سليمان ولا كله خضارة، ولا كل الناس حاطة طوابل. هذا مؤشر أن الناس ديال بن سليمان واكلين الدق، واكلين الدق وصابرين وساكتين وما كيهضروش، كيتسناو، كيتسناو في الرحمة ديال الله سبحانه وتعالى هو الأول، وكيتسناو في الرحمة ديال سيدنا، حيت لولا سيدنا
راه مجموعه من المدن مضاطرات، ما بقاتش هاد المدن. بسليمان كنتسناو هاد الشباب ساكن، الامل الوحيد في الحياه اللي ولا عندهم ماشي الشباب، الساكنه كامله. المونديال جاي غيديروا التيرانات، غصبوا الطرقات، غنخدموا، غنديروا، يعيشون على امل المونديال. سكان بن سليمان يعيشون على امل المونديال. اصبح كالمخدر كيعيشوا عليه. ان شاء الله غيديروا التيرانات، غيبغيو اليد العامله، غيصوبوا الطرقان، غيصوبوا مزيان. الحمد لله، كنتمناو انها تكون. يا ريت السكان ديال بن سليمان، اقليم بن سليمان يستافدوا من هذا الشيء. بطبيعه الحال المغرب كامل، اذا انجينيور تبارك الله، عندنا اطباء، عندنا مهندسين، عندنا ناس كبارين في البلاد. الحمد لله البلاد غدا مزيان ياك. ولكن بن سليمان راه النهايه، اقولها بجميع المقاييس، النهايه بن سليمان. سياسيا ميته، طايحه ميته، ما عندنا حتى حاجه في السياسه. المجالس الاقليميه والجماعيه، الاغلبيه في بن سليمان ما دارت حتى حاجه. واتحدى شي واحد الا جماعه وحده باش ما نهضرش عليها، هي اللي غاده في الطريق الصواب معماريا. كنهضر على معماريا غاده في الطريق الصواب. صحيا بن سليمان تفتقر الى اصغر واقل الخدمات الصحيه. ابرالا بغيتي سورينغ ب40 ريال ما تلقاهاش في السبيطار. الى مشيتي مخنوق للسبيطار خاصك تخلص، حتى كدير خاصك تخلص 40 درهم عاد تدخل على الطبيب. الى مشيتي كتفرقع في الوالده ديالك ولا في المراه في الوالده ديالها خاصك تخلص 40 درهم وتشوف الطبيب كيدير لها بحال هكا. شنو شادك؟ عندك شري هاد الدواء. قلت له علاش جاي عندك؟ قال لك تهدي لي بحال هكا شري عندك. والسيكيريتي مدوفرني في الباب، حيد رجع الله، رجع لي سير. قلت له وليت كنمشي للكوميساريه. كان واحد كان عندنا واحد قديم كنا كنمشيو للكوميساريات، ما كانش الكوميساريه، كانت لابريكاد ديال الجوندارم. كنا كنحسوا بواحد الرهبه والخوف، حتى ديك اللبسه ديال الجوندارم كانت كتخلع هنا السياره ديالهم. دابا السيكريتي ولا كيخلعك، وليتي ما باغيش تتعامل معاه، لانه غتتعامل معاه غيضرك في البلاصه. اول كلمه ما غيتفاهمش معاك، غيعيرك. ارجع ليه يا سيدي، ارجع هز امك وسير ليه. اولا هز امي حتى انا جاي عند الشريف. السبيطار دولة اسمها المغرب. هاد السبيطار ديالها، وهذاك السبيطار درتو لي انا مواطن، اسمي مغربي، جنسيتي مغربي. اذا باش نهضر معاك في 40 درهم ولا 30 درهم ولا هادي، من بعد هذيك تمشي ندخل امي ولا ندخل اختي ولا ندخل مراتي ولا ندخل ولدي، هذا نهضر انا وياك في 40 درهم ياك. ربما غيقولوا مجموعه من الاخوان ان هادشي جا معطل بالنسبه لحافظ حليوات. جا معطل؟ لا، حافظ حليوات كانت عليه ضغوطات وغتعيشوا هاد الضغوطات، غتعيشوا. خرجت ناظر غتعيش الضغوطات، خرجت ناظر غيدخلوك عندهم. كنقول لك خرجت ناظر غيدخلوك، خرجت هضر غيدخلوك. ولكن بعض الاوقات ما كيبقاش عندك لي ليميت، ما كيبقاش عندك داك الخط الاحمر، ما كتبقاش. علاش؟ لانك كتعيا. واش عباد الله، واش نقول لكم؟ لا اله الا الله محمد رسول الله وصافي. استسمح. وكل نهار موضوع. والاخوان راه الفيسبوك ديالي عند كلشي، التليفون ديالي عند كلشي، واللي يبغى شي موضوع. ومن اليوم ان شاء الله، من اليوم كل نهار موضوع يخص اقليم بن سليمان، ونهضروا فيه وندخلوا كاملين. عواشركم مبروكة، رمضان مبارك سعيد. نتمنى من الاخوان انهم ما ياخذوش هذه المساله انني غاضب اليوم. لا، انا غاضب من القديم، ولكن انا احارب من داخل القلعه، احارب من داخل القلعه. حيت لا بقيتي للور وكتحارب كيقرب، ما كيعرفوكش شكون كاع، تقدر ما توصلش ليهم كاع. كملي كتوصل عندهم وكتبدا تحارب، مجموعه من الاخوان سامحهم الله، وهذا حقهم وهذا رايهم. غيقول حافظ ها هو داروا لي، ها هو داروا لي، عاد خرج دابا كيهضر، عاد كذا. حقكم، قولوا اللي بغيتوا. بصح حقكم، وانا حقي.
اي واحد هادو شي موضوع الاخوان في راسلني في الفيسبوك ناقشوه. مع السلامه. اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه.